السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل مع بعض جزء أساسيات الكمبيوتر بالنسبة للجزء النظري. كنا أخذنا جزء الهاردوير على محاضرتين. النهاردة إن شاء الله هناخد جزئية السوفت وير وهناخد مع بعض أساسيات الإنترنت. طيب، أولا زي ما كلنا عارفين الفرق ما بين السوفت وير والهاردوير. الهاردوير هي الأجزاء الملموسة، الحاجات اللي بقدر ألمسها بإيدي، زي لوحة المفاتيح. لوحة المفاتيح من اسمها هاردوير، حاجة صلبة بقدر أمسكها بإيدي. الماوس هاردوير، الشاشة هاردوير، الهارد ديسك قرص الصلب ده هاردوير، الفلاشة هاردوير، كارت الميموري هاردوير، الرام كارت الشاشة بروسيسور، كل الحاجات دي هاردوير عشان انا بقدر امسكها بايدي، حاجات ملموسه. طيب، اما السوفت وير من اسمها سوفت يعني حاجات ناعمه، حاجات ما بقدرش امسكها، هي الاجزاء الغير ملموسه، الجزء الغير ملموس زي البرامج. البرامج الموجوده على جهاز الكمبيوتر ما بقدرش ان انا امسكها، نظام التشغيل نفسه ما بقدرش ان انا امسكه، فده سوفت وير. طيب، اولا السوفت وير ده ايه اصلا؟ السوفت وير ده يعتبر هو المسؤول عن تشغيل الحاسوب، يعني التعليمات والتوجيهات اللي بتحصل داخل اي جهاز كمبيوتر ما ينفعش تحصل بدون نظام تشغيل، بدون نظام تشغيل، فهو يعتبر متحكم في جزء كبير من جهاز الكمبيوتر. طيب، فالسوفت وير بينقسم زي ما قلنا إلى أنظمة تشغيل وبرمجيات تطبيقية اللي هي البرامج. زي ما قلنا وزي ما اتكلمنا إن نظام التشغيل أو الأوبريشن سيستم ده يعتبر هو العامل الوسيط ما بين البرامج، هو اللي مسؤول عن تشغيل البرامج، تمام؟ هو الوسيط ما بين البرامج الموجودة عندك وما بين الهاردوير، ما بين الأجهزة والمعدات، فهو في النص ما بين الاثنين، هو المسؤول عن التشغيل، من اسمه نظام تشغيل. زي التليفونات اللي هي السامسونج والهواوي والحاجات دي كلها بتشتغل بنظام تشغيل اسمه الاندرويد، الايفون بيشتغل بنظام تشغيل اسمه الاي او اس، وهكذا. نظام التشغيل زي ما قلنا هو اللي بيتحكم في جهاز عموما، هو اللي يعتبر الوسيط ما بين البرامج وما بين الأجهزة اللي عندك. طيب، عندك أقدم نظام تشغيل اسمه الدوس، اللي هو اختصار الديسك اوبريشن سيستم أو الديسك اوبريتنج سيستم، ده الدوس، ده أقدم نظام تشغيل. جي بعد كده عندك نظام تشغيل اسمه الويندوز، اللي هو في منه ويندوز 1 و2 و3 و95 و98 و2000 وويندوز اكس بي، ويندوز فيستا، ويندوز 7 8 10 11، دي كلها اصدارات من الويندوز. في نظام بعد كده اسمه الاو اس، وفي نظام اسمه اللينكس، وفي نظام اسمه اليونكس. دي كلها أنظمة تشغيل. دلوقتي اللي ابتدى يظهر أكتر اللينكس واليونكس، بس الناس شايفين إن اللينكس واليونكس التعامل معاهم صعب شوية، فبيفضلوا الويندوز وبالأخص ويندوز 10. طيب، عندك ويندوز 1 2، ويندوز 3، ويندوز 3.1، ويندوز 95، و ان تي 4 و98 و2000، وعندك ويندوز اكس بي، بعد كده الفيستا، ويندوز 7 و8 و8.1 وويندوز 10، وفي الاخر ويندوز 11. حتى هنا مدي لك السنه بتاعت كل نسخه فيهم اهو. ويندوز اكس بي نزل في 2001. فدي كلها أنظمة تشغيل. عندك بعد كده حاجة اسمها البرامج التطبيقية، البرامج التطبيقية.
عندك الوورد، الباوربوينت، سيل اكسس، واللي هو متصفح الانترنت. دي كلها برامج تطبيقية. طيب معلش انا اسف، نرجع نكمل. زي ما قلنا عندك البرامج التطبيقية اللي هي البرامج اللي انا بستخدمها على جهاز الحاسوب. عندك معالج البيانات او معالج النصوص اللي هو برنامج الوورد. عندك الجداول الالكترونية اللي هو الاكسل، قواعد البيانات اللي هو الاكسس، والعروض التقديمية اللي هو الباوربوينت، ومتصفح الانترنت اللي هو ايه؟ اللي هو اللي احنا بنتعامل معاه اللي هو جوجل او فايرفوكس او اوبرا. دي كلها اصدارات او دي كلها نسخة. طيب البرامج داخل جهاز الكمبيوتر بينقسموا الى اثنين، بيلت ان وسيت اب. البيلت ان هي البرامج الاساسية بتاعت اي نظام تشغيل، يعني برامج ما بقدرش احذفها. هل بقدر احذف الآلة الحاسبة؟ لا. هل بقدر احذف المنبه؟ برضو لا. هل بقدر احذف المفكرة او الرسام؟ برضو لا. اما السيت اب هي البرامج اللي انا بنزلها بثبتها على جهاز الحاسوب. عندك زي الفوتوشوب، زي عندك زي الوورد، الباوربوينت، الاكسل، دي كلها برامج انا بنزلها على جهاز الكمبيوتر، وفي نفس الوقت ممكن احذفها بكل سهولة. ده اللي هو السيت اب والبيلت ان. يبقى البيلت ان هي البرامج اللي انا ما بقدرش اصلا احذفها، اما السيت اب هي البرامج اللي انا بقدر احذفها زي الفوتوشوب، وورد، باوربوينت، اكسل. كنا اتكلمنا بعد كده على، او احنا وبنشرح في العملي كنا اتكلمنا على برامج تحسين امكانية الوصول. البرامج دي صممت لذوي الاحتياجات الخاصة اللي ما عندهمش قدرة على استخدام جهاز الكمبيوتر، اللي بيلاقوا ان في صعوبة معاهم في الاستخدام. عندك اربع برامج: برنامج قارئ الشاشة، مكبرات الشاشة، تمييز الاصوات، ولوحة المفاتيح على الشاشة. الكلام ده بجيبه ازاي؟ كنا بندخل على كنترول بانل واقول له حاجة اسمها الايس اوف اكسس او تحسين امكانية الوصول، واختار اول امر اللي هو اسمه الايس اوف اكسس سنتر. عندك اول حاجة دي مكبرات الشاشة، شايفين علامة الزائد؟ اول ما تدوس عليها الشاشة بتكبر، او الماينس بينقص. طب اللي جنبه بص هيعمل ايه معايا؟ Narrator dialog. Okay. Button. Alt plus O. Heads up. Ease of access center with narrator quick start. Ease of access center window. Start narrator. Jump exiting narrator. بيجرى معاك الكلام اللي مكتوب على الشاشة. الأخير ده تمييز الأصوات، يعني أنا لما أجي أعمل فيديو معين فدلوقتي أنا بتكلم ومحمد بيتكلم ومحمود بيتكلم وعبد الله بيتكلم ومريم بتتكلم، كل واحد له صوت غير التاني، فلازم يبقى في برنامج يميز الأصوات دي عن بعضها البعض. بعد كده عندك حاجة اسمها الستارت أون سكرين، أون سكرين كيبورد، بيظهر معاك لوحة المفاتيح على الشاشة بالشكل ده. طيب ده اللي هو برامج تحسين إمكانية الوصول. ده تمييز الأصوات، بيقول لك إيه؟ تمكن تقنية التمييز الصوتي الشخص من استخدام صوته لإدخال المعلومات زي الفيديوهات المسجلة اللي إحنا بنعملها. تمام؟ ممكن عن طريق الصوت بتاعي أفتح برنامج، أغلق جهاز كمبيوتر، زي اللي هي البصمة، بصمة الوش، بصمة الصباع، وهكذا. طيب قارئ الشاشة بيجرى ليك البيانات اللي مكتوبة على الشاشة. دي برامج خاصة بضعاف البصر والمكفوفين، ومن هذه البرامج برنامج قارئ الشاشة، حيث يستطيع البرنامج أن يقرأ ما هو مكتوب على الشاشة. اللي مكتوب عندك على الشاشة بيجرى أيا كان اللغة بتاعته.
طيب مكبرات الشاشة اللي هو بيكبر معاك الشاشة بيعمل لك زوم على حاجة معينة، أما خاصية لوحة المفاتيح اللي احنا قلنا إيه بتظهر ليك لوحة المفاتيح على الشاشة. عندك حاجة اسمها الفايل والفولدر والصف فولدر والدرايف، إيه الفرق ما بين الأربعة؟ أولا ده اسمه درايف، ده اسمه درايف، أنا آسف اسمه فولدر، ده اسمه فولدر، فولدر أهو أدخل على أساس بي سي شكل الكتاب اللي انتوا شايفينه دي فولدر او مجلد. طيب ده اللي بره ده كله اسمه ايه؟ اسمه فايل، فايل او ملف اللي هو ملف تشغيل. فالفايل بيكون الحجم بتاعه اقل من الفولدر. طيب الصف فولدر لما يكون مجلد داخل مجلد، يعني اول ما افتح ده اوفيس 2019 هتلاقي فيه مجلد تاني، المجلد اللي داخل مجلد اسمه الصاب فولدر، يعني مجلد فرعي حاجة متفرعة منه. أما الفولدر اللي هو المجلد الرئيسي اللي هو بيكون الأساس من بره. أما الفايل اللي هو ملف التشغيل ده اسمه فايل، فايل 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 ده فايل اللي هو مسؤول عن تشغيل البرنامج أيا كان نوع البرنامج إيه. طب اللي بيشيل جواه كل الليلة دي كلها كل الحاجات دي كلها هو اللي اسمه الدرايف او القطاع، اهو درايف او القطاع، درايف او القطاع ده اللي بيشيل المساحة التخزينية بتاع جهاز الكمبيوتر. ده الفرق ما بين الأربعة. ده بالنسبة لأساسيات الكمبيوتر. قبل ما أكمل أساسيات الكمبيوتر بالنسبة للناس فيها أي مشكلة؟ اولا يعني ايه انترنت؟ انترنت هي عباره عن شبكات بربطها ببعضها البعض ايا كان النوع اللي بربطه بيه، سواء كان كابلات او عن طريق الخطوط بتاعه التليفون يا اما عن طريق الاقمار الصناعيه سواء ده او ده او ده. طيب يعني احنا دلوقتي متصلين مع بعض عن طريق الشبكة العنكبوتية أو عن طريق إيه؟ أو عن طريق الإنترنت. طيب إيه خدمات الإنترنت؟ الإنترنت بيقدم لك إيه؟ بيقدم لك خدمة بريد إلكتروني، بيوفر كمية كبيرة من المعلومات، بيقدم تقديم مواد دراسية. اللي إحنا بنعمله ده مادة دراسية بنديها فين؟ عن طريق الإنترنت. أنا أقدر أتواصل مع الآخرين عن طريق أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، أنا ممكن أعرض كمان الخدمات بتاعتي عن طريق الإنترنت، عن طريق التجارة الإلكترونية. دلوقتي ظهر التحول الرقمي اللي هو الخدمات الحكومية كلها أو أغلبها اتحول كتحول رقمي على الكمبيوتر. معنى كلمة تحول رقمي إن أنا بتحول من الجزء التقليدي إلى الجزء التكنولوجي، يعني كل الورق اللي موجود عندي هحوله على جهاز الكمبيوتر. الأعمال المصرفية الإلكترونية دلوقتي بيجي أنا ممكن أحط في حسابي فلوس بس عن طريق الإنترنت. الحاجة الوحيدة اللي أنا ممكن ما أقدرش أعملها إن أنا أسحب فلوس من الفيزا بتاعتي عن طريق الإنترنت، ده أنا لازم أروح لمكنة ماكينة صرف آلي ومن خلالها بقدر أصرف الفلوس بتاعتي. طيب عندك حاجة اسمها الإنترنت والإكسترانت، من اسمها إنتر يعني حاجة جوه، اكسترا حاجه بره. طيب احنا لو كلنا دلوقتي موجودين في بيت واحد، اولا الاب والام والاخ والاخت فاتحين كلهم من نفس الشبكه، راح جه مثلا ابن عمك ابن خالك من بره وراح قال لك اديني الباسورد بتاع الواي فاي او كلمه المرور بتاعه الواي فاي، فده اسمه اكسترانت. احنا حاليا موجودين في شركه واحده فكلنا فاتحين من نفس الشبكه، جه عميل من بره قال لك انا عايز منك الواي فاي فده اسمه اكسترانت. بيقول لك تستخدم لتبادل البيانات والملفات الخاصه بالشركه والبحث في قاعده بياناتها من قبل الموظفين بس. اما الاكسترانت تسمح لبعض المستخدمين من خارج الشركه الدخول عليها زي الواي فاي كده،
انا لما اروح اقعد في كافيه اقول له والله انا عايز الباسورد بتاعه وكلمه المرور بتاعه الواي فاي فبديها لك، نفس القصه. يبقى انترنت احنا موجودين كلنا في شركه واحده، موظفين فاتحين من نفس الشبكه. اما لو جه حد من بره فده بسميه اكسترا نت، اكسترا نت. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها التحميل والتنزيل، تحميل والتنزيل. طيب ابلود وداونلود، ايه الفرق ما بين الداونلود والابلود، تحميل وتنزيل؟ اولا داونلود اللي هو تنزيل بس عن طريق الانترنت، انا بنزل حاجه من شبكه الانترنت على جهاز الكمبيوتر، انا بنزل حاجه من شبكه الانترنت على جهاز الكمبيوتر، يبقى لازم اكون متصل بالانترنت. اما التحميل اللي انا بعمله عن طريق الفلاشه، انا باخد ملف من جهاز لجهاز. طيب ممكن تحمل ازاي تاني؟ احمل ملف من جهاز الكمبيوتر واروح ارفعه على الانترنت، لكن الحاجه اللي بنزلها من الانترنت اسمها داونلود او تنزيل، اما الحاجه اللي برفعها من الجهاز على الانترنت اسمها تحميل، او ان انا باخد نسخه من ملف عن طريق اليو اس بي او الفلاشه بنقله من ملف او من جهاز للتاني فده اسمه تحميل. عندك معدل نقل الملفات، بمعنى تعالوا كده نجرب مع بعض، انا هحط داخل الجهاز هحط فلاش ورحت دلوقتي عملت ارسال للاوفيس، كليك يمين سند تو واخترت اسم الفلاشه، اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ اسمه معدل نقل الملفات. مدي لك هنا النسبه المئويه، مدي لك هنا اسم الملف اللي هو بيتبعت حاليا دلوقتي شغال عليه، ده التايم او الوقت اللي محتاجه عشان يبعت، وهنا بيقول لك الايتم الملفات عندك 29 ملف ومديك الحجم، وهنا السرعه، ده هو اسمه معدل نقل الملفات، الوقت اللي بياخده في ارسال البيانات، الوقت اللي بياخده في ارسال البيانات. الغي دي بتاعتي خلاص مش عايزها. طيب شيل الفلاشه، يبقى اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي ده هو اسمه معدل نقل الملفات، الوحده اللي بيتم الانتقال بيها اسمها ايه؟ وحده البيتس بير سكند او الكيلو بايتس بير سكند او الميجا بايتس بير سكند. انا معدل نقل ملفات في الثانيه الواحده هو مقدار ما يتم ارساله او استقباله من بيانات في الثانيه الواحده، ده اللي هو الترانسفير ريت، معدل نقل الملفات. طيب عندك بعد كده طرق الاتصال بالانترنت، ازاي انا كشخص اقدر اتصل بالانترنت؟ عندك الاتصال الهاتفي، يعني انا بقدر اتصل عن طريق ايه؟ بيقول لك الاتصال الهاتفي، يعني ان انا بجيب خط ارضي واجيب راوتر يكون الاتصال بالانترنت في هذا النوع باستخدام مودم، مودم اللي هو الراوتر اللي عندك وخط هاتفي. انا علشان اشغل الراوتر لازم اشترك، يبقى في اشتراك ارضي معايا، ده اللي هو الاتصال الهاتفي. الاتصال الواسع العريض اللي هو اسمه برود باند كونكشن، ده الاتصال في اللي هو ايه، بيكون سرعه نقل البيانات فيه سريعه، اللي هو الاتصال الواسع العريض زي الفلاشه كده، معدل نقل البيانات والملفات عن طريق اليو اس بي بيكون سريع، ده معنى كلمة الاتصال الواسع العريض. طيب بقدر اتصل عن طريق برضو خط المشترك الرقمي اللي هو اللي احنا بنسميه برضو المودم، ممكن عن طريق الكابلات، كابل الانترنت، ممكن اتصل عن طريق بيانات الهاتف، افتح التليفون وافتح بيانات الهاتف واشغل النت،
يا إما عن طريق الاتصال اللاسلكي أو الهوائي اللي هو الواي فاي، يا إما أتصل عن طريق الأقمار الصناعية. يبقى دي طرق الاتصال بالإنترنت. يعني زي ما أنا بقول لك إيه، إزاي أقدر أنا كشخص أتصل بالإنترنت؟ اللي متعارف عليه دلوقتي يا إما عن طريق بيانات الهاتف، يا إما عن طريق نقطة اتصال الهواتف المحمولة اللي إحنا بنسميها الهوت سبوت، نقطة اتصال الهواتف المحمولة عن طريق البلوتوز. يا إما قلنا كابلات، يا إما واي فاي، يا إما بيانات الهاتف، يا إما عن طريق فلاشة، يا إما عن طريق نقطة اتصال الهواتف المحمولة. دي الحاجات اللي متعارف عليها عشان أقدر أتصل بالإنترنت. طيب هندخل بعد كده على أهم حاجة عندك اسمها الشبكات. يعني إيه شبكة؟ ده عبارة عن جهازين أو أكتر مرتبطين ببعضهم البعض. الجهاز الواحد بيكون شبكة؟ لا. إمتى أقول إن أنا عندي شبكة؟ لو أكتر من حاجة مرتبطة ببعض. لو جينا اتكلمنا عن مجال الهندسة، كلمة شبكات بتطلق عليه إن في أكتر من كابل متصل ببعض، أكتر من حاجة متصلة ببعض. شبكة مش حاجة واحدة بس، لا، دي أكتر من حاجة عندي متصلة ببعضها البعض. ده اللي هو الشبكة، هو ربط جهازين أو أكتر مع بعض. ده اللي هو الشبكة. طيب إيه أنواع الشبكات اللي عندي؟ عندك أنواع كتير للشبكات. عندك شبكة محلية، وعندك محلية لاسلكية، وعندك واسعة. الشبكة المحلية اللي هي اللان، اللي هي اختصار اللوكال اريا نتورك، الاتصال فيها بيكون في منطقة صغيرة أو بيكون عن طريق شبكة مربوطة ببعضها البعض أو مباني جنب بعض. بس أنا كشخص لو جيت بعدت عن المبنى دي الشبكة تفصل معايا، بس بتكون فين؟ في نطاق صغير. طيب المحلية اللاسلكية اللي هو اختصار ال WLAN اللي هي الوايرلس لوكال اريا نتورك، اللي هو زي الواي فاي كده. الواي فاي انا دلوقتي فاتح الواي فاي لشركة معينة، جيت بعت مسافة معينة من الشركة دي، هل الواي فاي هيفضل شغال ولا هيفصل؟ هيفصل. برضو دي بتكون في نطاق صغير بس عن طريق الاتصال اللاسلكي اللي هو الواي فاي. طيب انا دلوقتي اللي موجود في مصر، ازاي بتواصل مع الموجود في السعودية؟ ازاي بتواصل مع الموجود في الامارات؟ ازاي بتواصل مع الموجود في الكويت؟ ازاي بتواصل مع الموجود في المانيا؟ ازاي بتواصل مع الموجود في البرتغال؟ ازاي بتواصل مع الموجود في اسبانيا؟ عن طريق الشبكة الواسعة اللي هو الوين، اللي هو الوايد اريا نتورك. دي مجموعة شبكات متباعدة جغرافيا، دي بتمتد الى مدن وقارات. يعني زي ما قلنا ان انا ممكن دلوقتي اللي موجود في قارة افريقيا اتواصل مع اللي موجود في قارة اوروبا، مع اللي موجود في قارة اسيا، مع اللي موجود في قارة امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، قارة استراليا، وهكذا. عندك بعد كده شبكات تانية، عندك شبكة الخادم، وعندك الشبكة الشخصية، والشبكة المدينية. الخادم اللي هي السيرفر نتورك. طيب شبكة الخادم بتعمل ايه؟ انا بيكون عندي مجموعة اجهزة، تمام؟ في جهاز رئيسي وفي مجموعة اجهزة حوالين الجهاز الرئيسي. انا لو جيت عن طريق الجهاز الرئيسي ممكن اتحكم في كل الاجهزة الموجودة عندي، او ممكن عن طريق الجهاز الرئيسي اقفل الاجهزة التانية او اشغل الاجهزة التانية. من اللي بيعمل الكلام ده كله هو جهاز الخادم، هو اللي بيتحكم في كل الأجهزة. زي مثلا لو جينا في شركات المية أو شركات الكهرباء، المعدات الضخمة، المعدات الثقيلة، لما أجي أشغلها إزاي؟ عن طريق كمبيوتر محطة العمل، عن طريق الجهاز الخادم ده
بقدر اقفل وافتح اي معدة زي ما انا عايز عن طريق اللي هو شبكة الخادم. طيب ايه مميزاتها؟ مميزاتها ان هي ممكن تقلل من التكلفة الاجمالية، ان انا بقدر اربط انظمة ببعضها البعض، ان انا لو عايز اعمل نسخ احتياطي من كل جهاز ممكن عن طريق جهاز السيرفر او الخادم اعمل نسخ احتياطي لباقي الاجهزة. مشكلتها ان عملية الصيانة بتاعتها صعبة، انت لازم تعمل صيانة لكل الاجهزة مرة واحدة، ده اللي هو شبكة الخدمة. طيب الشبكة الشخصية اللي هي اختصارت اللي هي البان اللي هي البيرسونال اريا نتورك، هي شبكة بس بستخدمها استخدام شخصي زي بيانات الهاتف، النت اللي انا مشغله على التليفون، النت اللي انا مشغله على اللابتوب، النت اللي انا مشغله على الديسكتوب اللي هو الجهاز المكتبي، ده كله شبكة شخصية بتكون في مساحة أو مسافة قصيرة زي ما قلنا التليفون، زي أجهزة الكمبيوتر، زي اللابتوب. وعادة لو كنت عايز أفتح جهاز فيه إنترنت وجهاز التاني ما فيهوش، أفتح الإنترنت للجهاز التاني عن طريق البلوتوث. الشبكة الشخصية اللي هي أصلا تم استخدامها أو تم إعدادها للاستخدام الشخصي بس، أقرب مثال ليها اللي هو بيانات الهاتف. الشبكة المدنية اللي اختصارت المتروبوليتن اريا نتورك دي أكبر من الشبكة المحلية وأصغر من الشبكة الواسعة. إحنا الشبكة المحلية قلنا بتكون في نطاق جغرافي صغير، أما الواسعة بتمتد إلى مدن وقارات. هنا الشبكة المدنية مثلا لو جينا ادينا مثال عليها إنها بتكون في محافظة معينة، الشبكة اللي هي بتتعمل في المحافظة اسمها شبكة مدنية، في شركة معينة، في هيئة حكومية معينة، فده اسمه ايه؟ اسمه الشبكة المدنية اللي هي بتربط المستخدمين مع بعض بحدود جغرافية بس أكبر من الشبكة المحلية اللي هي بتكون في نطاق صغير وأقل أو أصغر من الشبكة الواسعة اللي هي بتمتد إلى مدن وقارات، الشبكة المدنية. طيب عندك شبكة إقليمية وشبكة المنطقة المحدودة وشبكة الجسم، دي كلها شبكات موجودة عندك. طيب الإقليمية اللي هي اختصارت الران اللي هو الراديو أكسس نتورك. طيب دي اللي هو احنا بنستخدم فيها حاجه اسمها تحكم عن بعد، اللي هو مثلا نفترض كمثال اللي هي بتكون ما بين مثلا التليفون وبين اي جهاز تاني، بس الجهاز التاني بتحكم فيه ايه؟ عن بعد، زي الريموت الكنترول مثلا. ريموت الكنترول بفتح بيه التكييف، فده جهاز تحكم عن بعد. ريموت التلفزيون ده جهاز تحكم عن بعد. فالران او الشبكه الاقليميه اللي هي بستخدم فيها هي شبكه لاسلكي، وصول لاسلكي اللي هو بيكون فيها اتصال هوائي، هي جزء من نظام الاتصالات زي الشبكات كده، اتصالات فودافون وي اللي هي الشبكات المصريه دي، بتكون ما بين جهاز وجهاز ثاني بس الجهاز الثاني بتحكم فيه عن بعد. يعني ايه تحكم عن بعد؟ يعني ما بيكونش فيه اسلاك، يعني بيكون اتصال هوائي. شبكه المنطقه المحدوده اللي هي اختصارت الكان اللي هي الكامباس او اوبريت اريا نتورك، دي بتربط ما بين مبنيين، بتربط ما بين مبنيين. يعني لو ادينا مثال مثلا كمثال مبنى محافظه ومبنى مثلا تنظيم الاداره، ممكن تربط ما بين الاثنين، بس دي بتربط شبكات محليه يعني بتكون في منطقه جغرافيه محدوده. او ممكن مثلا انا لو عندي اكتر من كليه فانا هربط الكليات ببعضها البعض عن طريق الشبكه، شبكه المنطقه المحدوده، هي بتكون اكبر من الشبكه المحليه واقل من الشبكه المدنيه، اللي هو المنطقه المحدوده بتربط مبنيين ببعضهما البعض. طيب شبكه الجسم، الناس لو تفتكر ان كان في فيلم مصري اسمه الليمبي 8 جيجا اللي هي الشريحة،
شريحة الاستشارة عن بعد اللي هي بتتحط داخل الجسم، وممكن أنا كشخص أتحكم فيك زي ما أنا عايز. ده اللي هو شبكة الجسم، اللي هو البادي اريا نتورك، اللي هو الاستشعار عن بعد. دلوقتي أغلب الدول أو بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية ابتدت تتجه ليها، بتحاول تجرب الشبكة دي على البشر كده. أنا خلاص لو أنا بقيت ماشي بشبكة جسم أو استشعار عن بعد، كأن مفيش عقل أصلا فيا، كأني ماشي بدون عقل، لأن اللي بيتحكم فيا عنصر بشري، ده اللي هو البان، اللي هي البادي اريا نتورك، دي شبكة الجسم. شبكة الجسم. طيب عايزين نتكلم دلوقتي على أنواع الشبكات من حيث طريقة التوصيل. أنا لما أجي أوصل ما بين الشبكات في طريقة معينة بوصل بيها، في شبكة نجمة والشبكة الحلقية والشبكة الخطية. شبكة النجمة بتكون بالشكل ده، بيكون جهاز في المنتصف وحوالينه مجموعة أجهزة بربط ما بين الأجهزة دي وما بين الجهاز اللي في المنتصف، بس بيكون الربط في شكل نجمة. أنا لو عايز أوصل بيانات من جهاز للتاني هوصلها، بس لازم الأول يمر على الجهاز المركزي، الجهاز اللي في النص. يعني أي جهاز كمبيوتر تعطل مش هيأثر على التاني، لكن الجهاز الخادم أو المركزي لو حصلت له مشكلة كل الأجهزة اللي عندك هتتوقف. فبيكون شكل التوصيل في شكل نجمة، جهاز مركزي في النص وحوالينه مجموعة أجهزة. طيب الشبكة الحلقية اللي هو الرنج، الأجهزة كلها متصلة ببعض بس في حلقة أو دائرة. لما أجي أرسل رسالة لأي جهاز بتوصل للجهاز الثاني، فكل اللي موجود شايف كل واحد من الثاني بيعمل إيه عن طريق الشبكة الحلقية. أنا ربطت الأجهزة بس في شكل حلقي أو شكل دائري مع بعض. الشبكة الخطية بربط الأجهزة ببعض بس عن طريق خط واحد بس من الأسلاك. تعتبر الشبكة الخطية من أرخص أنواع الشبكات. يعني أنا بربط الأجهزة بس عن طريق خط واحد بس من الأسلاك في شكل خط أو خطي. يكون معايا خط بس واحد من الأسلاك وبربط بيه باقي الأجهزة. ده اللي هو أنواع الشبكات بالكامل. هنا عندي حاجة زي كده، عايز أعرف ال HTTPS بتدل على إيه؟ هايبر تكست ترانسفير بروتوكول سكيورتي. الاس معناه ان الموقع اللي انا فاتحه موقع امن. طيب لو ما لقيتش الرابط فيه اس، هتلاقي علامة القفل في الاول، معناه ان الموقع بتاعك امن. طيب ال www معناها World Wide Web، اللي هي الشبكة او الشبكة الواسعة، الشبكة الواسعة أو الشبكة العالمية، ده اللي هو البروتوكول. طيب المايكروسوفت ده معناه إيه؟ ده النطاق أو المجال. يعني إيه النطاق أو المجال؟ أنا حاليا فاتح الصفحة الخاصة بي مايكروسوفت، فده النطاق بتاعي اللي أنا شغال على اللي فاتحه دلوقتي، أو المجال اللي أنا فاتحه، أو اسم الصفحة اللي أنا فاتحها. طيب دوت كوم معناها إن الموقع بتاعي كوميريكال تجاري. طيب لو كان دوت جي او في معناه جوفرنمنت او حكومي. طيب اديو معناه اديوجيكشن، تعليمي، موقع تعليم، موقع تعليم. طيب الايجي اللي في الاخر معناها ايه؟
معناها ان انا فاتح من ايجيبت، من مصر. تلاقي مثلا الولايات المتحدة الامريكية مش اي جي، هتلاقيه يو اس اي. ما الاي جي هي اختصارة البلد اللي انا فاتح منها. طيب اي ايميل في الدنيا بيتكون من اسم مستلم واسم الموقع واللي هو الدوت كوم اللي هو الموقع التجاري. يعني مثلا محمد ات جيميل دوت كوم، كلمة محمد ات اسم الشخص او اسم المستلم. طيب بروفايدر بحط اللي هو الموقع، سواء كان الجيميل او الاوتلوك او الهوت ميل او الياهو. طيب الدوت كوم معناه ان الموقع اللي انا شغال عليه هو موقع تجاري. اي بريد الكتروني في الدنيا زي ما اتكلمنا في الشرح قبل كده ان هو بيتكون من هيدر اند بودي. الهيدر او الراس بيكون في اللي هو فورم، اسف، فروم تو والسي سي والبي سي سي. فروم اللي هو الشخص اللي هيبعت الرساله. طيب تو الشخص اللي هيستقبل الرساله، انا هبعت الرساله دي لمين؟ طيب السي سي اللي هو الكربون كوبي. طيب البي سي سي بلايند كربون كوبي، نسخه معروضه ونسخه مخفيه. السبجكت التايتل او الليبلز، العنوان بتاعي، عنوان الموضوع. وبعد كده من تحت يبقى في مربع اكتب فيه البادي او الجسم بتاعي او اكتب فيه نص الرساله. طيب الفرق ما بين النسخه المعروضه والنسخه المخفيه، تيجي في الاختبار الدولي السي سي والبي سي سي، يعني بيقول لك اختر الاجابه الصحيحه. السي سي تعتبر نسخه مخفيه والبي سي سي نسخه معروضه، ولا السي سي نسخه معروضه والبي سي سي نسخه مخفيه؟ السي سي نسخه معروضه والبي سي سي نسخه مخفيه. انا دلوقتي لو رحت في السي سي حطيت اكتر من ايميل، حطيت 5 ايميلات، يعني انا هبعت لخمس اشخاص، كل واحد فيهم عارف انا بعت لمين. يعني مثلا الايميل الثاني اللي انا بعت له عارف مين الايميل الاولاني اللي انا بعت له، مين الايميل الثالث، مين الرابع. اما البي سي سي كل واحد فيهم ما يعرفش انا بعت لمين، كل واحد فيهم ما يعرفش انا بعت لمين. ده الفرق بين النسخه المعروضه والنسخه المخفيه. طيب الاف تي بي معناها ايه؟ فايل ترانسفير بروتوكول. انا لو ما اجي انقل البيانات بس هعمل نقل البيانات عن طريق الانترنت او من خلال كابل متوصل ما بين جهازين، ده هو اسمه الفايل ترانسفير بروتوكول، اللي هو بروتوكول نقل الملفات او البيانات. انا هنقل ملفات بس عن طريق كابل، بس الكابل ده موصله ما بين الجهازين. طيب اليو ار ال هي اختصاره ايه؟ يونيفورم ريسورسز لوكيتور، ده الرابط بتاعي، رابط الانترنت. ده اسمه اليو ار ال. شايفين الاس؟ ده معناه ان الموقع بتاعك امن. لو ما جتش الاس هتلاقي اللي هو القفل. ادي جوجل، ده اسم الصفحه اللي انا فاتحها. دوت كوم معناه ان الموقع تجاري، ودوت اي جي معناه ان انا فاتح من فين؟ من مصر. طيب الهايبر لينك معناها رابط، ارتباط تشعبي. يعني اللي هو احنا قلنا ده اسمه اليو ار ال. طب اخدت ديت وعملت له ايه؟ كوبي، وحطيته في مكان تاني، فده اسمه هايبر لينك اللي هو ارتباط تشعبي. انسرت، تجي في حاجه اسمها ايه؟ هايبر من لينكس، انسرت لينك، هو ده الهايبر لينك. انا هضيف رابط معين ده اسمه الهايبر لينك اللي هو ارتباط التشعبي. طيب الاي اس بي اللي هو حاجه زي المودم، المودم ده بيزود معاك سرعه الانترنت، فاللي بيزود معاك الخدمه بتاعت الانترنت اسمه الاي اس بي، انترنت سيرفيس بروفايدر. طيب
ده اسمه ايه؟ ده اسمه السيرش انجن، محرك البحث. ده اسمه محرك البحث، اللي انا ببحث جواه على اي حاجه عايزها عن طريق الانترنت اسمه ايه؟ السيرش انجن. طيب ده نفسه اللي هو جوجل اسمه ايه؟ الويب براوزر، متصفح الانترنت. الانترنت اكسبلور برضو اسمه الويب براوزر، متصفح الانترنت. طيب الكوكس اللي هي حاجه بتساوي الهيستوري او السجل. انا لما اجي ادخل على الانترنت، ففي حاجه اسمها الهيستوري، السجل، اللي هي الملفات اللي انا دخلت عليها عن طريق الانترنت. انا لما اجي ادخل على اي موقع ويب، فبيظهر لي كل الملفات اللي انا دخلت عليها قبل كده، اللي هي الهيستوري او السجل. طيب البوب يو بي اس دي مواقع، جواه كمية معلومات كتيرة، بس عشان ادخل جواه لازم ادفع فلوس. يعني اغلب المعلومات القيمة اللي من جواه محتاجة تدفع لها فلوس. طيب الكاش انترنت فايلز دي بتعمل ايه؟ اي موقع بدخل عليه عن طريق الانترنت بيتخزن معاك على جهاز الكمبيوتر، فده اسمه كاش، بيتخزن داخل الكاش. بأي موقع بدخل عليه عن طريق الانترنت بيتخزن على جهاز الكمبيوتر باسم كاش. ده بالنسبة لأساسيات الانترنت. هناخد جزء صغير من تكنولوجيا المعلومات وهنكمله بكرة إن شاء الله. زي ما اتفقنا الميعاد بكرة هيكون الساعة 7. طيب أولا تكنولوجيا المعلومات، هل الإنترنت هو جزء من التكنولوجيا ولا التكنولوجيا جزء من الإنترنت؟ لا، الإنترنت هو جزء صغير من تكنولوجيا المعلومات. أي حاجة بستخدم فيها آلات تكنولوجية حديثة هذه تكنولوجيا معلومات، اللي هي اختصارة الـ ICT Information and Communication Technology، اللي هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طيب بيتكون من ايه؟ بيتكون من هاردوير، الهاردوير دي تكنولوجيا، سوفت وير تكنولوجيا اللي هي الأجهزة والبرمجيات، الإنترنت تكنولوجيا، البيانات تكنولوجيا، الكوميونيكيشن الاتصالات تكنولوجيا، الأقمار الصناعية تكنولوجيا، الحوسبة السحابية برضو تكنولوجيا. الفرق ما بين الحوسبة السحابية والسحابة الإلكترونية، الحوسبة السحابية دي حاجة على جهاز الكمبيوتر بس على متصفح الإنترنت، حاجة موجودة على متصفح الإنترنت. لحظة كده معلش. فزي ما قلنا الحوسبه السحابيه او الكلاود دي حاجه انا بخزن جواها الملفات بتاعتي على الانترنت زي الجوجل درايف. طيب لو حبيت اشتغل على الملفات دي فاسمه سحابه الكترونيه. حوسبه سحابيه مختصه بس بالتخزين، اما سحابه الكترونيه مختصه بالشغل او التنفيذ. فدي مكونات نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طيب انا بستخدم التكنولوجيا في ايه؟ بستخدمه في التعليم، بستخدمه في خدمات عامه دلوقتي، الخدمات الحكوميه، الخدمات الماليه، الترفيه، كل ده استخدامات تكنولوجيا المعلومات، البحث عن المعلومات، مواد تقديم مواد دراسيه، دي كلها من استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طيب أهمية التكنولوجيا إيه؟ إن هي بتزود معاك الإنتاجية وبتزود معاك فعالية التعليم. طيب نكمل.
أهمية تكنولوجيا المعلومات زي ما قلنا بتزود معايا الإنتاج، بتقلل معايا الوقت. يعني إحنا دلوقتي أنت لو جيت في مواصلات ورحت لمكان معين، أنا عايز آخد مثلا الكورس الفلاني، أنت كده استهلكت وقت. التكنولوجيا بتقلل معاك الوقت، بتقلل معاك التكلفة، بتوفر معاك الجهد، بتزود كفاءة التعليم، بتعدل مثلا السلوك، بنرتقي شوية بفعالية التعليم. طيب أي تكنولوجيا تعليم تتكون من إيه؟ أولا تكنولوجيا التعليم عندك 5 حاجات: تصميم، تطوير، تقويم، استخدام، إدارة. أنا لما أجي أشرح مادة معينة فلازم الأول أصمم مادة كويسة، مادة تعليمية ممتازة. طيب المادة العلمية دي هستخدمها لإيه؟ وهستخدمها لمين؟ هستخدمها لإيه؟ وهستخدمها لمين؟ طيب لازم كل فترة والتانية أطور من المادة العلمية بتاعتي. إحنا حاليا في تقدم، يعني ما ينفعش العالم بيتقدم وأفضل أنا في مكاني زي ما هو. طيب إدارة، لازم يبقى عندي إدارة كويسة للوقت للمادة العلمية، يعني أنا عارف خلال المحاضرة الأولى والتانية والتالتة هشرح أساسيات الكمبيوتر، المحاضرة الرابعة هشرح أساسيات الإنترنت، فأنا عندي إدارة كويسة لوقتي وإدارة لتقسيم المادة العلمية. طيب التقويم، أنا هخلص المادة العلمية خلال مثلا 12 ساعة، خلال 4 أيام، خلال أسبوعين، فلازم يبقى عندك أجندة معينة ماشي عليها. فده مجال تكنولوجيا التعليم. طيب تكنولوجيا التعليم في أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، لازم يبقى عندك إبداع دائم، تطور، ابتكار، تواصل، ثقة، تكوين، معرفة، دايما تحاول تستكشف كل ما هو جديد. ندخل بعد كده على حاجة مهمة جدا اسمها التعلم الإلكتروني. اللي احنا بنعمله دلوقتي ده اسمه تعلم إلكتروني عن طريق برنامج زوم أو تيمز أو جوجل ميت. دي كلها برامج ممكن من خلالها نعمل تعلم إلكتروني. يعني أنا حاليا موجود في مكان وحضراتكم موجودين في مكان تاني، لكن بنتلقى العلم عن طريق برنامج زوم تيمز، عن طريق تعليم اونلاين. انت في مكان وانا في مكان ونتواصل مع بعض وبنعلم بعض، ده اللي هو التعلم الالكتروني. طب ايه الايجابيات والسلبيات؟ انا ممكن اكون قاعد في مكان مريح بالنسبه لي، ممكن بالنسبه لي مش ان انا اروح المكان نفسه انزل وادفع مواصلات وابذل مجهود، لا انا عايز من انا موجود في البيت في مكان كده مريح بالنسبه ليا اتعلم. فده برضو ميزه من ميزات التعلم الالكتروني، بتوفر معاك مصادر تعليم اكتر، وزي ما قلنا بتوفر معاك التكاليف والجهد والوقت. لكن سلبياته غياب الاتصال المباشر، يعني اللي احنا بنعمله دلوقتي اتصال غير مباشر، يعني انت ما شايفنيش ولا انا شايفك، فما بيكونش في تفاعل زي الاوفلاين. ميزه الاوفلاين يبقى المحاضر شايف المتدربين فبيتفاعلوا مع بعض. طيب التعليم الاونلاين الدائم على الانترنت او على ان انت قاعد على الكمبيوتر فبيأثر عليك على الناحيه الصحيه، النظر بيأثر عليك على النظر، وفي نفس الوقت بيضعف معاك العلاقات الاجتماعيه. انا ممكن انزل اتعلم في مكان معين اوفلاين واتعرف على كذا وكذا 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 واكون علاقات كتيره، اما في التعليم الالكتروني ممكن افضل سنه او سنتين ما اعرفش مين الناس اللي معايا. ليه؟ علشان دي مفيش اتصال مباشر ما بين الاتنين، اللي هو سلبيات التعلم والتعليم الالكتروني. طيب العمل عن بعد، يعني أنا بشتغل
في مكان غير مكان عملي، سواء كنت في البيت أو مسافر أو عن طريق الفيديو. مش لازم أكون موجود في مكان العمل علشان أشتغل، وأغلب اللي بيشتغلوا عمل عن بعد اللي هم مصممين الجرافيك، مدربين مثلا، أيا كان المجال اللي بيشتغلوا فيه. برضه ليه إيجابيات وليه سلبيات. إيجابيات إن هو بيوفر معاك وقت، بيوفر معاك الجهد، بيقلل معاك التكلفة. وكمان بعض الناس، أنا شايف إن أنا لما أشتغل لوحدي بعيدا عن مكان الشغل هقدر أركز. طب إيه سلبياته؟ سلبياته برضه بيضعف معانا العلاقات الاجتماعية. طيب لو في ترقي وظيفي، مين اللي بيترقى في الوظيفة؟ اللي شغال بعيد عن مكان عمله، ولا اللي موجود في الشركة نفسها في مكان العمل؟ اللي موجود في مكان العمل هو اللي بيترقى بسرعة في الوظيفة. في بعض الموظفين بيحتاج انه يبقى في تواصل او اتصال مباشر، شايفني وشايفك عشان اعمل الشغل بتاعي. دي سلبية من السلبيات. وما بحسش بالعمل الجماعي. العمل الجماعي بحسه لو انا شغال اوفلاين في مكان العمل ذات نفسه. ده الفرق ما بين العمل عن بعد والتعليم الالكتروني. طيب البريد الالكتروني اللي هي خدمة ارسال الرسائل بطريقة الكترونية. اولا احنا مش بنراعي فيها التوقيت، مش بنراعي فيها الابعاد الجغرافيه، ما بيكلفنيش غير بس نت. بيتم ارسال الرسائل بشكل فوري، تمام، سواء كانت نص او صوت او وثيقه، بس دي بيتم ارسال الرسائل عن طريق الانترنت، سواء كانت جيميل او الاوتلوك او الهوتميل يا اما الياهو. يفضل ان كلها تبقى معايا، يا اما جيميل يا اما اوتلوك. لما تيجي تعمل السي في، يفضل ما تعملش في السي في، ما تكتبش ليها بتاعك، يفضل جيميل او اوتلوك. انا برسل الرسائل بس بطريقه الكترونيه. هي زي ما قلنا البريد الالكتروني بيتكون من ايه؟ من فروم و تو و سبجكت. من الشخص اللي هيبعت الرساله، ومن الشخص اللي هبعت له الرساله، والسبجكت اللي هو عنوان الرسالة، بعد كده هكتب نص الرسالة بتاعتي. المراسلة اللحظية اللي هي الانستانت مسج، وركزوا على الاختصارات اللي هتيجي في الاختبارات الدولية. هي اختصارة الانستانت مسج دي خاصية بتسمح لطرفين ان هما يتكلموا مع بعض بس في شكل خاص. يعني انا لما بكلم مثلا كمثال باشمهندس احمد حسام على الواتساب، هل في حد تاني شايف الكلام اللي ما بينه وبين باشمهندس احمد حسام؟ لا. ليه؟ لان ده الشكل او المحادثه خاصه ما بينه وبين باشمهندس احمد حسام، واللي بيتكلموا كام شخصين، هو في مكان وانا في مكان، فبنتكلم ونتواصل مع بعض عن طريق الواتساب، زي التليجرام، زي الانستجرام، زي الفايبر، زي الماسنجر. دول شخصين بيتحدثوا مع بعض او بيتكلموا مع بعض بس بشكل خاص. ده اللي هو المراسله اللحظيه، يعني بتتم في نفس اللحظه. طيب الاس ام اس اللي اختصار الشورت مسج سيرفيس، خدمه الرسائل النصيه القصيره. طيب عاده بتكون ما بين الاشخاص اللي هم بيستخدموا التليفونات. الاس ام اس دي الرسائل اللي انا ببعتها عن طريق التليفون او عن طريق التابلت او الايباد بتاعي، اكون حاطط فيه شريحه. طيب برضو دي خدمه ارسال رسائل الكترونيه، بس المره دي بتكون عباره عن ايه؟ مش شرط ان انا اكون متصل بالانترنت علشان ابعت رساله اس ام اس. مش لازم اكون متصل بالانترنت، على الاقل يكون معايا رصيد. مثلا برضو ما بين شخصين، انا ممكن ابعت الرساله برضو لاكثر من شخص، فده الاس ام اس اللي هي خدمه الرسائل النصيه القصيره
هي Sort Message Service. هناخد جزء صغير كده وبعد كده هنكتفي بكده النهارده. طيب مدونة الويب، حاجة اسمها البلوجر. المدونة دي عبارة عن موقع ويب بخزن جواه الملفات بتاعتي، زي ايه كده؟ زي الجوجل درايف. تعالوا كده ندخل على حاجة اسمها البلوجر اهو، واقول له مثلا يمكن انشاء مدونة، ده لو عايز اعمل تسجيل دخول، او هنا بيقول لي ايه كرييت، هبتدي انشئ بلوجر او مدونة ويب. مش عايز دلوقتي، اهو بيقول لي انشاء مدونة، ادوس عليها. تمام، سجل الدخول الى بلوجر. انا هعمل تسجيل دخول، اقول له انشاء مدونه وابتدي اكتب الاسم اللي انا عايزه واقول له التالي، وهكذا يمشي مع الخطوات دي. مدونه حاجه كده زي جوجل درايف، بتخزن عليها، بترفع عليها الملفات بتاعتك، بترفع عليها الملفات بتاعتك. دي قائمة القراءة كده اهو، بلوجر، واقول له تسجيل الدخول، واقول له ايه انا عشان عامل واحدة، فهو بيقول لي احفظ الاعدادات ولا رجوع على تعديل الملف الشخصي. الرجوع على تعديل الملف الشخصي، ابتدي اعدل زي ما انت عايز. عايز تحفظ الاعدادات، اقول له حفظ الاعدادات. تحديد مدونات عرضها، الرجوع اهو، ابتدي املي البيانات دي كلها، وبعد كده اقول له حفظ الملف التعريفي، وابتدي امشي بالخطوات. طب ده بيعمل لي ايه او ايه فائدته؟ زي ما قلنا بيساوي الجوجل درايف، ده لو عايز ارفع الملفات بتاعتي واخزنها داخل موقع ويب اهو بالشكل ده. ملفات زي دي رفعتها خزنتها. عندك بعد كده البودكاست او خدمه البث والنشر اللي هو اللايف، هو البث المباشر اللي احنا بنعمله دلوقتي ده اسمه لايف، بث مباشر. يعني انا دلوقتي لو حد جه مثلا في محافظه اسوان في المكان الفلاني هيلاقي محمد رمضان موجود هناك، انا جيت في المكان انت قاعد فيه لقيت موجود عندك. فاللايف هي حاجه بتحصل في نفس اللحظه عن طريق الصوت او الفيديو، الصوت او الفيديو، فكل الناس شايفه الصوره وسمع الصوت بتاعي، ولو فتح الكاميرا هتشوف الصوره بتاعتي. هذا اللي هو البودكاست، اللي هي خدمه الاتصال الصوتي، او هي سلسله من ملفات الوسائط المتعدده سواء كان صوت او فيديو. وركزوا عشان بيجي عليها سؤال في الاختبار الدولي. ده بالنسبه لللايف او البث المباشر بالشكل ده. لحد الان في اي مشكله مع الناس؟ طيب كملها بالمره، فضلناش كتير. عندك بعد كده حاجه اسمها خدمه التلقين البسيط، اللي هي اختصارت الار اس اس، وبيجي عليها سؤال في الاختبار الدولي. الار اس اس هي اختصار ريلي سيمبل سندكيشن. اولا كلنا عارفين الجرايد ايا كان نوع الجريده، سواء كانت الجمهوريه، الاهرام، المساء، فالجرايد اللي بتعمله ايه وظيفتها؟ بتبعت لك الاخبار الحصريه او بتنزل الاخبار الحصريه بس على الورق. طيب الار اس اس ده بيبعت لي الاخبار بس عن طريق الانترنت. انا عامل اشتراك في موقع معين، فالموقع ده بيبعت لك الاخبار الحصريه اول باول. ده خدمه التلقين البسيط. مجتمعات الانترنت الافتراضيه. يعني ايه مجتمع انترنت افتراضي؟ جروب الواتساب اللي احنا عاملينه ده مجتمع انترنت افتراضي. لكن لو انت نزلت مثلا لمكان الشغل بتاعك وقابلت اشخاص وقعدت تتكلم معاهم، فده اسمه واقعي، مجتمع واقعي.
المجتمع المدني هو مجتمع واقعي. الالعاب اللي هي ابتدت تظهر زي لعبه بابجي فده مجتمع انترنت افتراضي. جروب الواتساب مجتمع انترنت افتراضي. عاملين جروب وكل الناس اللي داخل الجروب هدفهم واحد او اهتماماتهم واحده، لما داخلين يتعلموا مثلا الاي سي 3، داخلين يتعلموا الاي سي دي ال، داخلين يتعلموا الموس، داخلين يتعلموا مثلا الكمبيوتر. فده مجتمع انترنت افتراضي. مواقع التواصل الاجتماعي، غرف المحادثة، ألعاب الإنترنت، دي كلها مجتمعات إنترنت افتراضية. دايما لما تيجي تستخدم الإنترنت حاول تخلي إن المعلومات الشخصية بتاعتك خاصة. يعني كتير بتلاحظ إن في حاجة اسمها إيه؟ قفل الملف الشخصي اللي ابتدى يظهر، يعني مش أي حد ممكن يدخل على الصفحة الشخصية بتاعتك ومش أي حد ينشر عليها. والمعلومات الشخصية، أنا دلوقتي ملاحظ، يعني معلش يعني اعذروني في الكلام اللي أنا هقوله، الواحد لو اتحرك خطوة يروح يجري على الفيس ويكتب أنا كذا كذا كذا، أنا النهاردة اشتركت في كذا، أنا النهاردة حليت الواجب، أنا النهاردة مش عارف بقيت كذا، أنا النهاردة اتصورت مع الشخص الفلاني، أنا النهاردة الناس معلش بالكلمة الناقصة إن هي لما تدخل الحمام لو مؤاخذة في الكلمة تقول أنا دخلت الحمام. فليه؟ ليه أخلي الناس تتدخل في الخصوصية بتاعتي؟ فنخلي المعلومات الشخصية يعني محدودة. معلش هو الهدف من الفيس ايه؟ انا عايز احط معلومات شخصيه، ادخل يا سيدي على لينكد ان. لينكد ان هو خاص بالوظائف، ادخل على لينكد ان وحط المعلومات الشخصيه بتاعتك. اللي انا ملاحظه ان اي حد بيعمل اي حاجه حتى لو صغيره يروح يكتبها على الفيس، انا عملت كذا سويت كذا. يا سيدي من حقك تفرح، مش عيب ان انت تظهر الشغل بتاعك، مش عيب ان انت تفرح، بس مش لدرجة ان تفاصيل يومي احطها على الفيس. طبعا كلنا عارفين اللي وصلنا له دلوقتي ان كل شخص بيعمل اي حاجة ينزلها على الفيس، لدرجة ان حتى الخصوصية بتاعتنا في البيت ابتدت تظهر على الفيس، حتى الحياة الشخصية ابتدت تظهر على الفيس. ليه ابتدينا نوصل لكده؟ معلش انا هستفاد ايه لما اعمل حاجة زي كده؟ انا هنزل وهبين للناس ان انا فرحان وان انا مبسوط، غيري مش لاقي الكلام ده. يعني ايه؟ معلش انت مش عايش لوحدك، انت في المجتمع اللي انت فيه مش عايش لوحدك، في ناس تاني حوالينا. يا سيدي اعمل انجاز، نزل. تعالى تقول لي مش هيجيب حاجة. بس مش لدرجة إن أنت تيجي على الناس اللي حواليك. تمام؟ فدايما حاول تحد من المعلومات الشخصية، حاول تخلي كلمات المرور حروف وأرقام ورموز، حرف ورقم ورمز، عشان حتى اللي يحاول يدخل عليها يبقى صعب إن هو يدخل عليها. طيب صحتك، لازم تخلي بالك من الصحة، يعني ما تجيش حد مثلا قاعد لي 10 ساعات متواصلين على اللاب على جهاز الكمبيوتر. فين النظر بتاعك؟ انت مش خايف على نظرك؟ طيب الظهر، انت وقاعد على الكرسي لازم تفرد الظهر بتاعك، رجلك تحت انت وحاططها انت وقاعد لازم تفرد الرجل بتاعتك ما تتنهاش، فده كله بيأثر معاك على من حيث الصحة. طيب محيط العمل بتاعي، انا لو شغال في مكان والمكان ده مزعج بالنسبه لي مش هعرف اشتغل. فبيقول لك لازم تخلي الموظف مرتاح نفسيا وهو شغال. علشان كده هتلاحظوا ان اغلب الاماكن او الشركات الكبيره، وفي شركات برضه صغيره، شركات محدوده الدخل، اغلب الشركات بتعمل ايه؟ اللون نفسه بتاع الحيطه بيركزوا عليه. اللون الابيض هو لون مريح للعين، لون مريح للعين. فاغلب الناس المايكات، يا اخوانا بعد اذنكم، ناس تخلي بالها من المايكات. فاختيار اللون في مكان العمل واجب. السلامه والصحه المهنيه،
بالنسبة للي بينزلوا مواقع لازم أخلي بالي منها. ده بيربط ما بين الإنسان والشغل بتاعه ومحيط عمله. بالنسبة عن موضوع التأمينات، ده برضه بسبب حاجة اسمها هندسة بشرية، إن أنا لازم أكون واخد بالي من كل ده. الكرسي اللي أنا هقعد عليه وأنا شغال، كلنا ما بنعرفش يعني، قول كلنا يعني أغلب الناس بيحب الحركة كتير، بس في نفس الوقت المكان اللي أنا شغال فيه لازم يبقى فيه راحة نفسية من جوايا، أكون شغال وأنا مرتاح من جوايا. لازم أركز في النقطة دي. الإضاءة، أنا وقاعد في مكان، المكان ده لو فاتح جهاز الكمبيوتر، لو طاف النور بتاع الأوضة بتاعك ومولع جهاز الكمبيوتر، الإضاءة بتاع جهاز الكمبيوتر هتأثر عليك، لأن الإضاءة أو الإضاءة، أنا آسف، الإضاءة واخدة حيز معين، فالحيز ده هيأثر على النظر بتاعك، هيأثر على العين، فلازم تخلي الإضاءة بنسب متفاوتة، بنسب متساوية. طيب حاول تخلي ارتفاع الشاشة في نفس ارتفاع العين بتاعك، في نفس ارتفاع النظر، وحاول تقلل من إضاءة الشاشة عشان ما يأثرش عليك في النظر. طيب الوضع المناسب، شايفين تنية الظهر دي بتأثر معاك على العمود الفقري، أنت الوضع المناسب لازم تقعد بالشكل ده، أو حتى الرجل هو هنا مش تانيها، الرجل عاملها إيه؟ جاية مستقيمة، وفي مسند تحت الرجل بالشكل ده أهو، والكرسي اللي قاعد عليه، والشاشة في نفس مستوى النظر، ولازم ما بين كل ساعة والتانية أقفل الكمبيوتر 5 دقايق، أو أريح نظري 5 دقايق على الأقل من جهاز الكمبيوتر. طيب وتحاول على قد ما تقدروا ما تقربوش النظر او ما تقربش عينك على الشاشه، او خليها بمسافه معينه على الاقل من 45 ل 70 سنتي، ما تقعدش فتره طويله على الكرسي هيأثر عليك. راسك لازم تكون مستقيمه. المكتب اللي انت قاعد عليه، اولا ما ينفعش احط سماعات التليفون او سماعات في ودني انا وشغال، انا ونايم بالليل ما ينفعش، ثم ما ينفعش، ثم خطر عليا ان انا هخلي التليفون في نفس الاوضه اللي انا بنام فيها. ليه؟ علشان التليفون بالليل بيطلع مني اهتزازات أشعة، الأشعة دي بتأثر عليك، لو ما أثرتش عليك دلوقتي هتأثر عليك على المدى البعيد. كلنا بنصحى الصبح ظهري وجعني، رجلي وجعاني، ودني وجعاني، يا جماعة بعد إذنكم المايك، المايك مش هتكلم تاني في موضوع المايك. اللي بيصحى الصبح اصلي انا مش قادر النهارده اروح الشغل، انا كسلان، انا كذا، انا كذا، وده كله بسبب التليفون، بسبب ان انت سايب التليفون في نفس الاوضه اللي انت نايم فيها. التليفون بتطلع مني اشعه، الاشعه دي بتجيب لك اكتئاب، بتجيب لك ضيقه، واحد بيصحى مخنوق متضايق بسبب ان انت حاطط التليفون في نفس اوضه المعيشه، في نفس المكان اللي انت بتنام فيه. الناس اللي بتذاكر في الاوضه بتاعت المعيشه، في اوضه النوم، بتذاكر ازاي في اوضه النوم؟ بتعملها ازاي دي؟ في ناس بتذاكر ترابيزه قدام السرير، بتقعد على السرير ما بتكملش ساعه وساعتين، تحس نفسها عايزه تنام بسبب ان انا بذاكر على السرير. فالاشعه اللي بتوصل للمخ او العقل الباطني بتاعي، طالما العين شافت السرير فالعين بترسل اشارات للعقل الباطني ان هي عايزه تنام. الرؤيه نفسها اللي بتشوفها بتاثر عليك، الالوان نفسها بتاثر عليك. انا وبذاكر لازم اذاكر في مكان مرتاح لي نفسيا،
لازم اشرب مثلا لو انا ماليش نفس ان انا اذاكر، حاول مثلا اشرب مشروب انت بتحبه، اكل انت بتحبها. فدي كلها من اجراءات السلامه والصحه المهنيه. الحاجات دي كلها ده جزء بسيط بس من السلامه والصحه المهنيه. يعني بصوا كده، ادي الاوضاع، ده وضع غلط. بصوا ادي وضع تاني وادي وضع، ده كله بيأثر عليك. هنا ما ينفعش اتني، هو لا هو هنا ساند ظهره. لما تيجي تشيل حاجه بص بيشيلها ازاي، ده غلط. هو الصح كده، لازم تتني رجلك الاول بالشكل ده وترفع الحاجه التقيله، لكن انا اتني ظهري بالشكل ده هو ده الغلط، ده اللي بيأثر عليا. انت وقاعد بتمتحن مثلا او بتعمل حاجه معينه، انسى القاعده اللي هي القاعده دي، ده كلها غلط. انا وقاعد على جهاز الكمبيوتر بالشكل ده، انا وبتكلم في مايك لازم ابقى ايه، ساند او فارد ظهري اهو. دي الاوضاع المناسبه. بص كده هنا، بالك لازم يكون مستوى النظر في نفس ارتفاع الشاشه. زي ما قلنا لازم على الاقل على الاقل اريح عيني كل فتره، يعني كل ربع ساعه، لان كتر النظر في جهاز الكمبيوتر او في اللاب او ايا كان نوع الجهاز اللي قدامي بيأثر معايا. لازم البيئه اللي انا فيها يبقى فيها تهويه كويسه، حد يقول لي اللاب بتاعي تقيل ما شغالش، ما علشان هو محتاج تهويه. لازم التهويه بتاعتك، لازم يبقى في عندك تهويه كويسه. لازم اخد فترات راحه كل فتره والتانيه، عشان خاطر ده برضو هيأثر معايا، او هيأثر معايا على اصابعي، هحس بانامل وهكذا. طيب دايما اتعود ان اي جهاز كمبيوتر مش شغال اعمل له ريسايكل، اعمل اعاده تدوير ليه. دايما الاجهزه اللي مش شغاله يا اما تبيعها، لكن ما تخليهاش موجوده في البيت، اعمل لها اعاده تدوير، ابعتها للشركه. اللي عنده طابعه في البيت، عبوات الحبر، عبوات الحبر الفاضيه، يا اما تبعتها للشركه عشان يعيدوا تصنيعها، يا اما تترمي خلاص. تحاول على قد ما تقدر تقلل من طباعه الورق، تخلي الورق كله بي دي اف، كله الكتروني. الورق اللي هو بيتطبع حاول على قد ما تقدر ما تطبعش وش بس وترميه، استغل الظهر، وش وظهر. فده اعاده تدوير مكونات حاسوب. حاول دايما تطبق جهاز الكمبيوتر بتاعك مثلا ان هو بعد فتره معينه يقفل، اللي هو الطاقه. كليك يمين، ديسبلاي سيتنج، وعندك حاجه اسمها الباور اند سليب. انا هعمل سليب او هخلي الجهاز في وضع السكون بعد وقت قد ايه اهو. فانت بتحدد من هنا السكرين او وضع السكون بتاعك مدته قد ايه. حاول كل فتره والتانيه تريح الجهاز. لو الجهاز مش لو انت مش شغال عليه اقفله، ما تسيبوش شغال. فدي كلها من خيارات توفير الطاقه، من خيارات برضو ازاي عرفنا نعمل اعاده تدوير لاي مكونات في الحاسوب. حاول على قد ما تقدر تخلي البيئه اللي حوالينك بيئه نظيفه، انت تعمل اعاده تدوير دائم للحاجات اللي هي انت مش بتستخدمها. ده بالنسبه لاساسيات الكمبيوتر والانترنت وتكنولوجيا المعلومات. طيب انا هكتفي بكده النهارده ان شاء الله، وهنلتقي بكره في جزء الامن السيبراني او الامن السبراني. هنشرح مع بعض الامن السبراني، وهنتكلم شويه على الامن الرقمي، وهنتكلم شويه على لو ما فيش وقت معانا هنكمل يوم الجمعه اللي هو التعاون عبر الانترنت. احيانا بنشرح الجزء النظري الخاص بالموديولات بالكامل. ان شاء الله يوم الجمعه زي ما قلنا هتكون اخر محاضره، تمام. بعد يوم الجمعه ان شاء الله، يوم الجمعه كمان صح انا نسيت، هنصمم سي في مع بعض.
وهنعرف ازاي اعمل سي في رسمي وازاي اعمل سي في غير رسمي. وممكن نتكلم شوية لو حابب ابعت دعوة، ايه الصيغة الرسمية بتاعت الدعوة؟ هيبقى زي يوم الجمعة كده، زي حاجات رسمية هنشتغل عليها، وثائق رسمية. دي نقطة. النقطة التانية، إن شاء الله بعد يوم الجمعة هنحدد مواعيد تانية برضو، هندخل مع بعض هنحل الاختبارات الدولية، بس هتبقى حلول اختبارات يعني شرح تاني. احنا كده يعتبر خلصنا الشرح، بعد كده يبقى بقى أسئلة، بس أسئلة وهنحلها سواء كان نظري أو عملي. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ الأمور بسيطة، الأمور سهلة. هرجع أقول تاني، إحنا مش هنصعب الأمور على بعض، إحنا هنسهل الأمور أكتر مما تتخيل. يعني حتى الأسئلة بتاعت الاختبارات الدولية إن شاء الله بإذن الله هنخلي الناس داخلة الاختبارات الدولية وهي مطمنة جدا. هتقول إيه السهولة في الاختبارات الدولية؟ أسئلة سهلة. اللي حضر معايا من أول الكورس لحد دلوقتي وسمع الشرح بتاعي واكتفيت بالشرح، مش محتاج إن أنت تحل حتى الاختبارات الدولية. هتحل الاختبارات الدولية بس في الجزء النظري، إن في أسئلة زيادة بتكون موجودة في الجزء النظري. يعني كمان ممكن يجيب لك السؤال العملي في صيغة سؤال نظري. تمام؟ تمام. إن شاء الله بإذن الله بعد يوم الجمعة يبقى بس واقفين على حلول الاختبارات الدولية اللي إحنا هنحلها مع بعض بإذن الله. هنحل الاختبارات الدولية بالكامل، البرامج سواء كان الوورد أو الباوربوينت أو الإكسل أو الأكسس. هنحل أساسيات الكمبيوتر الجزء العملي، أساسيات الإنترنت الجزء العملي. في البداية كده هنخلص الجزء العملي بالنسبة للأسئلة بتاعت الاختبارات الدولية. بعد كده هنتكلم مع بعض على الجزء النظري ان شاء الله بالنسبه برضه للاسئله اللي بتيجي في الاختبارات الدوليه. هنكتفي كده النهارده ان شاء الله. ميعادنا بكره الساعه 7، ميعادنا بكره الساعه 7 ان شاء الله. ويوم الجمعه احتمال يكون الساعه 3 بدري شويه، عشان ما يحصلش المشكله اللي حصلت المره اللي فاتت، اللي هو كان في دوشه كتيره. او ممكن نخليه الساعه 2، لان احتمال يوم الجمعه ناخد بالظبط 3 ساعات. ليه؟ لان اليوم ده كله هخليه بس مختص بالوثائق الرسميه اللي احنا ممكن نبعتها، فمحتاجه وقت معايا. ان شاء الله بكره هيبقى ميعادنا الساعه 7، ويوم الجمعه هيبقى الساعه 2 او 3 باذن الله. 2 او 3 باذن الله. طيب ولسه الساعه 7، يعني مش هنقول تصبحوا على خير، نلتقي بكره ان شاء الله في المواعيد دي الساعه 7 باذن الله. والتوفيق لكم ان شاء الله فيما هو قادم. وتاني يا ريت الناس اللي ما سلمتش المشاريع تحاول تسلم المشاريع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.